ونبقى الآن مع أبرز ما اخترناه من الصحف، والبداية مع أساس ميديا. كتبت جوزيفين ديب: عون لن يبقى تحسبا من سخوي سياسي. اللافت قبل يومين: كلام باسيل الجديد، لن نقبل أن نكون سبب بالفراغ وسنكون حراس الجمهورية بوج شياطينها. هذا الكلام يحمل تفسيرين. التفسير الأول يتهم باسيل بأنه سيدفع باتجاه بقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة بعد انتهاء ولايته، بعد كلام صريح له عن أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي. التفسير الآخر قرأ في كلام باسيل إقرارا بعدم إمكانية البقاء في القصر عكس كل ما أشيع في الأيام الأخيرة، لسيما أنه قال: لسنا مستعدين لنكون سببا بالفراغ رغم أحقيتنا. غير أن توقيت كلامه الذي قال فيه أيضا: خاطئتنا أننا زرنا البطريرك، يأتي بعد محاولته إقناع بكركي بإنعاش طاولة حوار مسيحي تحت غطاء البطريرك، شرط أن يشارك فيها سمير جعجع خصمه اللدود رئيس حزب القوات اللبنانية. فشلت محاولة باسيل هذه لأسباب عديدة. أولا، لأن البطريرك الراعي غير راغب بالدعوة إلى حوار يدرك أنه لن ينجح. ثانيا، لأن جعجع لن يقبل أن يسلم لباسيل ما سبق أن سلمه لعون. مطلعون على جو المبادرة، قرأوا فيها محاولة من باسيل لاستدراج جعجع إلى أن يكونا الناخبين الأساسيين للرئيس المقبل، فإما أن يكونا المرشحين مع صعوبة هذا الخيار، وإما أن يتفقا على هوية الرئيس المقبل، جاء الرد سلبا من معراب. تضيف في مقتطف جوزيفين ديب: البقاء في القصر سخوي سياسي، لا يمكن مواجهة جعجع بسليمان فرنجي بل بشخصية أكثر تمثيلا على الأقل وأصلب في السياسة. هكذا يعلق مصدر مقرب من رئيس التيار على فكرة تنمو في حار تحريك مفادها أن مواجهة تعاظم قوة جعجع تكون بانتخاب فرنجي رئيسا. باسيل ليس من هذا الرأي، هو المعارض بشدة لوصول رئيس تيار المردة إلى رئاسة الجمهورية. وتتحدث معلومات مواكبة للاستحقاق الرئاسي عن تحذير دولي تلقاه القصر من إمكانية خطورة فكرة البقاء. ننتقل إلى أساس ميديا، كتب فيها أيضا إليل القصي في لقاء كليمانسو باسيل الضحية الأولى. يقول: فهم لقاء جملات حزب الله، أو فهمه عفوا، لا يستقيم إذا ما نظر إليه من زاوية ما أراده جملات منه، بل إن الأهم هو ما أراده الحزب منه. وفي هذا الظرف بالذات للمفارقة أيضا، فأن أول من فهم رسائل الحزب كان حليفه جبران باسيل، إذ سارع إلى تقديم أطروحة مركبة لرئاسة الجمهورية مفادها أن هذه المرة من دون أن نتنازل عن التمثيل قلنا أنه يمكن تجييره لشخص نتوافق عليه ونمنع الفراغ الذي لا يحتمله البلد. عمليا التزم باسيل بالمخرجات الرئاسية للقاء جملات الحزب التي تتلخص برفض رئيس استفزازي، فأخرج نفسه سريعا من دائرة المرشحين للرئاسة الأولى، وكأنه يعترف بأنه رئيس استفزازي من دون أن يتخلى طبعا عن دوره الأساسي في التوافق على الرئيس المقبل. ننتقل إلى صحيفة الأنباء الإلكترونية، حيث توقعت مصادر مواكبة لملف ترسيم عودة الوسيط الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بالرد الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية سلبا أم إيجابا. وقد أعربت المصادر عينها لجريدة الأنباء الإلكترونية عن خشيتها من أن لا يكون أيلول هو شهر الحسم لملف الترسيم، لأن الأمور ليست واضحة بعد. واعتبرت هذه المصادر أن إسرائيل غير مستعدة لتقديم جائزة طرد لإيران، وقد تماطل في توقيع اتفاق الترسيم. ننتقل إلى صحيفة لبنان 24 الإلكترونية، موقع لبنان 24 الذي كتب: تقول أوساط متابعة لملف الترسيم الحدودي البحري إن الوسيط الأمريكي أموس هوكستين سيزور بيروت نهاية الأسبوع المقبل على الأرجح، مشيرة إلى أن الأجواء إيجابية وأنه سيحمل معه اقتراحا مكتوبا لإطلاع القوى المعنية في لبنان عليه، على أن يطلع الإسرائيليين فيما بعد على الاقتراح أيضا. واعتبرت الأوساط للبنان 24 أن التجاوب المعنيين في لبنان وإسرائيل مع الاقتراح سيكون بمثابة الإعلان عن عودة قصيرة لمفاوضات الناقورة التي قد تكون محصورة باجتماع أو اثنين لترتيب الأمور التقنية وتحضير المرسوم الذي سيوثق ما يعرف بالإحداثيات الجديدة ويوقعه لبنان تمهيدا لإرساله إلى الأمم المتحدة.
علما أن إسرائيل ستوقع من جهتها على مرسوم منفصل وترسله للأمم المتحدة ليكون الاقتراح الأمريكي بمثابة اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول المنطقة المتنازع عليها، يتم إيداعه الأمم المتحدة بما يسمح للبنان البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، وذلك أسوة بإسرائيل. ننتقل إلى الأنباء الكويتية. كتبت الأنباء الكويتية تحديدا من بيروت، كتب عمر حبنجر: مؤشرات الفراغ تتزايد وحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية. يتحدثون عن تتمة للقاء الأخير بين الرئيسين ميشيل عون ونجيب ميقاتي الأسبوع المقبل، من دون إشارات دالة على تفاهم ممكن حول التشكيلة الحكومية التي عرضها الرئيس المكلف ورفضها رئيس الجمهورية، والتعديلات التي عرضها الرئيس المكلف ورئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل. وثمة حديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية على غرار حكومة العماد ميشيل عون عام 1989، علما أن ذلك حصل قبل دستور الطائف. وتوازيا تتزايد مؤشرات الفراغ الرئاسي وتعقيداته تتفاقم، وآخر الإبداعات المطروحة تشكيل هيئة خبراء دستوريين يمثلون الطوائف كافة، وذلك لاستنباط اجتهادات بنتائج الطعون النيابية. وهل يحل المرشح الطاعن محل النائب الذي قبل الطعن بنيابته أم أن الأمر يتطلب إجراء انتخابات فرعية يمكن أن تشكل مدخلا للمزيد من الإعاقة للاستحقاق الرئاسي؟ وتقول الأنباء الكويتية: وقد اعتبر باسيل أن نتيجة الانتخابات النيابية جعلت من تيار أكبر كتلة نيابية وأكبر حزب حصل على الأصوات بين الطوائف كلها. أما عن التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فقد أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على فصل هذا الملف عن الاتفاق النووي مع إيران، وذلك من دون الإشارة إلى علاقة هذا الملف بتعقيدات تأليف الحكومة اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية. مصادر سياسية رأت في كلام نصر الله هذا ردا غير مباشر على الهواجس التي كان طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أمام مفدي الحزب إليه حسين خليل ووفيق صفا، حيث سألهما جملاط عما إذا كانت هناك أبعاد إيرانية لعملية التصعيد من جانب الحزب، وذلك عبر إرسال الطائرة المسيرة فوق حقل كاريش النفطي. وسط هذه المعمعة السياسية يصول الدولار الأمريكي ويجول، حتى قفز في السوق السوداء أمس إلى ما فوق 33 ألف ليرة، وذلك بموازاة اتساع دائرة المعترضين على اقتراح الرئيس ميقاتي بحساب الدولار الجمركي ب 20 ألف ليرة لتضم الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية بشخص النائب غسان حصباني. كما سارعت الهيئات الاقتصادية إلى طلب الاجتماع بميقاتي غدا الاثنين، وفي جعبتها برنامج مدجج بالملاحظات والأرقام حول انعكاسات هذا السعر للدولار الجمركي على القطاعات التجارية وسوق الاستهلاك. بهذا نأتي إلى ختام الصحف، فاصل نتابع بعده الحدث مع الزميلة نانسي السبع.